يعني انت ما رجعتش للمخدرات تاني يا عيسى؟ يا باشا انا ربنا تاب عليا بعد ما خرجت من السجن وحجيت بيت الله، ده انا حتى ما بشربهاش. طب وعيسى؟ عمري ما كان له في الحكايه دي خالص يا باشا. سعادتك طبعا عارف دبه النمله، هو كان حد قال لجنابك ان انا وهيثم بنشتغل في المخدرات؟ لا بس انا سمعت ان هو كان شريك المطربه اللي اسمها شمس دي في الكباريه. قسما بالله العظيم اعرف حاجه عن الموضوع ده. طب شمس ما بتروحلوش الاجانس؟ ما سمعتهمش بيتخانقوا مع بعض؟ يا باشا يا باشا هيثم طول عمره في حاله مش بتاع مشاكل. انت هتستعبط يا راجل انت؟ ما لسه من كام شهر في واحده غزال. حصل يا باشا حصل، بس انا معرفش الحقيقه يعني اللي غزه ده مين ولا غزه ليه. يعني انت ما سالتوش؟ سالته قال انه ما يعرفش ولا صدقته. طب بص بقى يا عيسى، انا عايزك تقعد كده بالراحه تفكر وتجيب لي اسماء اصحابه حبايبه وكل اللي ممكن يعمل معاه مشاكل. خواف طول عمرها بتستخبى ورايا وبابا بيزعق. انت سمعت الكلام اللي قالته ملك مش كده؟ سمعته وضحكت، واضح ان ملك فعلا مجنون. يعني انت ممكن تقتلي؟ طب ممكن اسالك انا نفس السؤال؟ انت ممكن تقتل؟ طبعا لا مش ممكن. حتى لو اتحطيت في موقف تقتل او تتقتل؟ يعني انت ممكن تقتلي زي بالظبط، بس مش سفاحه مش هدبح في الناس. مش عارف ليه مش مصدقك يا باشا. وانا اكدب عليك ليه؟ انا كنت شربته في الكباريه وبس، لكن شغل الشمال ماليش فيه. يعني انت عارفه انه كان بيشتغل في الشمال؟ لا انا ما اعرفش حاجه، ساتك لسه قايل. بقول لك يا شمس، ما تجيبي معايا من الاخر بدل ما احبسك. يا باشا انا لو كان عليا حاجه كنت سبتوني. ماشي، طب ما كانش في بينك وبينه اي خلافات؟ خلافات عاديه زي اي اتنين شركاء، وكمان انا كنت مسافره بره مصر ولسه راجع، وتذاكر قدام حضرتك ايه. طب ما سمعتيش عن اي خلافات بينه وبين اي حد تاني؟ يا باشا هيثم طول عمره راجل بيحب الفرفشه كده وملوش في العوا، عمري ما شفته بيتخانق غير مره واحده بس، واحد اسمه عمر. عمر؟ استاذ طارق حلمي؟ ايوه فندم. انا مين حضرتك؟ انا دكتوره فريده صبري، استاذه في كليه الاعلام. اهلا وسهلا، اتفضلي. انا اسفه لو كنت جيت من غير ميعاد، بس الحقيقه انا ما اعرفش رقم تليفون حضرتك. لا لا ما فيش مشكله خالص، اتفضلي حضرتك. شكرا. تحب حضرتك تشربي؟ لا ولا حاجه، هما كلمتين مع المدام وهمشي على طول. مع المدام؟ للاسف لا مش ممكن. يعني لو مش موجوده انا ممكن ارجع لها في وقت تاني. هي فعلا مش موجوده بس مش هترجع تاني، لا احنا انفصلنا. انا اسفه جدا بس ده هيسهل عليا اللي انا جاي اقوله. فاكر حضرتك كنت في مطعم وبعدها جه ضابط سالك عن المدام؟ دكتوره كلامك ده ابتدى يوترني، ممكن تخش في الموضوع على طول؟ انا هشرح لحضرتك كل حاجه، بس ممكن تجاوب على سؤالي؟ اللي كانت معاك في المطعم هي المدام؟ ايوه هي المدام. ممكن افهم بقى؟ انا اخويا قاسر صبري المحامي. معرفوش. الحقيقه اخويا كان خاطب واحده نصبت عليه وخدت منه شبكه تمنها نص مليون جنيه، كان اسمها عشق. ولدي كمان اعرف. باختصار ومن غير لف ودوران، انا شك اللي كان هيتجوزها اخويا هي نفسها اللي حضرتك كنت متجوزها، وده اللي بيخليني اسال ايه اسباب الطلاق. حضرتك كنت شاكك في سلوكها؟ دكتورة انت بتتكلمي عن واحدة اسمها عشق، انا مراتي كان اسمها ملك عاصم ابو النور، بنت الدكتور عاصم ابو النور دكتور التجميل المعروف. ممكن تكون نفس البني ادم. مستحيل. واضح ان حضرتك كنت بتحبها قوي. طب ليه انفصلتوا؟ دكتورة انا معرفش اخوكي ومعرفش قصته والبنت اللي نصبت عليه ومش عايز اعرفها، فاعتقد الكلام بينا خلص. طب ممكن طلب؟ يا ريت يكون اخر طلب. ممكن اشوف صورة ملك؟ تفضلي.
أنا آسفة جدا، فعلا مش هي. عن إذن حضرتك. قوموا يا بنت، انتي وهي لموا حاجاتكم بسرعه، الحكومه جايه. يا لهوي الحكومه. ايوه يلا يا بنت. انت يا زفت قومي. في ايه يا ماما؟ انت لسه هتسالي يا معدوله؟ قومي يا منيله، الحكومه جايه. يلا يا بنت قومي. عزه بلبله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوشو بنت، يا شوشو. شوشو في ايه يا ماما؟ فين بلبله يا عزه؟ دول لموا حاجاتهم ومشوا من بدري يا ماما. راحوا فين دول؟ يلا المحاسب، انت بسرعه الحكومه جايه. يا ربي كانوا استخبلنا فين ده بس؟ مبلوزة مبلوزة. ايه؟ شاي. في ايه مالك؟ مفيش حاجة يا اخ، الله ربنا بيجي علينا جار وله عينين. في ايه؟ ما تسيبك من الشويتين بتوعك دول وفاهمين. انت ايه، تعبانه ولا ايه؟ لا امال مالك؟ ولا تعبانه ولا حاجه. بلوزه خيرني طول الليل، وحشني الله يرحمه. ده حال الدنيا. مات وهو صغير يا حبة عيني، كنت دايما اقول له نفسي اجوزك يا ابني وافرح بك، يقول لي لا. فيها ايه يعني لو كان سمع كلامي واتجوز وخلف لي حته عيل من ريحته؟ صلي على النبي. ما الله، انت ليه عايزه تقلبي على نفسك المواجع؟ ولا انت نفسك تقلبيها نكد النهارده؟ سلسلنا اتقطع من الدنيا يا صبري. الدنيا كلها زايله، اللي عند ربنا ابقى مبلوزه. ابو صبري. ايه في يا ابو صبري؟ ابو صبري ابو سيدك غيثنا. في ايه يا بنت مالك؟ في ايه؟ عايزه بتقتل والحكومه بتدور عليا. بالله، طب الحكومه هتدور عليك ليه؟ انت عملت حاجه؟ ما عملتش وسيد الوروري، ما عملت حاجه. امال خايفه ليه ما دام ما عملتش حاجه؟ الامر ما يسلمش، وانا كنت شغاله معاه، يبقى اكيد رجلي هتيجي في التحقيقات. وبعدين هو قبل كده اتبلى عليا وقال ان انا اللي عملتها، يبقى هيجيبوني ويسالوني. شفتي بقى؟ ادي اخرة المشي في السكه العوجه. وهو يعني كان بخاطري. خلاص بقى يا عم صبري، سايق عليك النبي الدريني عندك اليومين دول لحد ما الحكايه تخلص. عم صبري انا ملياش غيرك. هي بنتي في ايه؟ وانا رحت فين يعني؟ تعالي يا ضنايا اقعدي معايا في اوضتي. ان شاء الله يخليك يا خالتي، يسترك زي ما هتسترين. قلبي عندك يا طنط، بس ان شاء الله لولا هتخرج منها. هتخرج منها ازاي بس؟ ده احنا حتى لسه ما قومناش محامي. ما ينفعش تسيبوا لولا كده يا طنط. على العموم ما تقلقيش، انا كلمت ابن عمي وهو محامي شاطر قوي قوي، وكل المطلوب منكم ان انتوا تعملوا له توكيل. والنبي يا بنتي، غلبتي مع اولادي، ما حدش فيهم عاوز يساعدني. لا يا طنط ما تقوليش كده، ده عمر جدع وحنين قوي كمان، هو بس تلاقيه مش عارف يساعدها ازاي. حنين وجدع قوي؟ ايه يا بنت الرقه دي؟ انا عملت لك شقه يا عفه عشان تفتكري الجمال. مخبي عنينا الجمال ده كله فين؟ ربنا يخليك يا طنط. قولي له سيبك بقى من مالك والعبط اللي في دماغك ده، وبص قدامك زي القمر اهي، وباين عليها بنت ناس مستورين. ايه يا عفه؟ في ايه؟ هتشبطيها اكتر ما هي شبطانه. شبطانه؟ اه شبطانه بكتافك دي. ليه ان شاء الله؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اوافق عليك اصلا بطريقه كلامك دي ولسانك اللي عايز يتقطع؟ حلو قوي، طب اغير طريقه كلامي وتوافق عليا؟ في الحاله دي افكر. يا ده انت سهله قوي، سهله. انت تنح قوي. يا ساتر يا رب، مين اللي بيخبط بالطريقه دي؟ ما هو الخير على قدوم الوردين يا شيخ. ربنا يستر. انت عمر لحلح؟ ايوه يا فندم. في ايه؟ اتفضل معانا، انت مطلوب القبض عليك. ليه؟ انا عملت ايه؟ انت متهم بقتل عيسى من لبان. انا؟ في ايه يا عمر؟ في مصيبه، فكرت بس اخطبك متهم في قضيه قتل، اما لو كنت خطبتك فعلا. احنا على الحكي يلا. طب فهميني عشان اقدر اقف جنبك واساعدك. افهمك ايه؟ وبعدين ايه الدخله اللي انت داخلها دي؟ وطي صوتك لحسن بلبله تصحى.
انت اللي عملتيها مش كده؟ عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انت اللي موتتي هيثم. عايز تلبسي وسيبها وخلاص؟ عايز تطلعني قتلت قتله؟ بقول لك ايه يا ام بلوزه؟ الله، ما انت سبق وعملتيها قبل كده. ايوه كانت ساعه شيطان وراحت لحالها، انما دلوقتي انا مش مصدق. تصدق ما تصدقش، انت حر يا اخي. انت ايه هتعمل لي محكمه ونيابه يا اخي؟ ما تخنقنيش واسكت خالص. امال خبيتي بلبله عندك ليه؟ مروه انسانيه جدعانه، ولا انت عشان خايف من عيالك عايز كل الناس تخاف؟ توكس وكفي على خيبتك مجور واسكت. الرجاله قال اهي دفعتك في الكلام دي اللي مشككاني فيك اكتر. تشك بقى ما تشكش، انت حر يا عم. خليك في حالك وانا في حالي. ام بلوزه ياه، اخنقني بقى اكتر ما انا مخنوقه. ايه مستثمر فيها شويه الهوا اللي انا بشمهم؟ ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سراج في جديد؟ ده تقرير البحث الجنائي. ايه ده؟ معقوله؟ انا برضو استغربت. البصمات اللي موجوده في الشقه بصمات اتنين ستات. وهيثم اتخدر قبل ما يتذبح. اتحط له مخدر شديد في القهوه. اه شغل حريم، لازم يخدروه عشان يقدروا عليه. معرفتش البصمات دي بتاعت مين؟ في بصمه من البصمات اللي موجوده بتاعت واحده ست مسجله اداب اسمها عزه. حلو قوي عزه دي، بقى عايزك تشتغل عليها يا سراج، عايزها باسرع وقت. طب واللي اسمه عمر ده هعمل فيه ايه؟ شوفه لو عنده حاجه تفيد ماشي، ما كانش خرجه. تمام يا باشا. اتاخرت عليك قوي. انا عمري ما استنيت حد الوقت ده كله، خمس دقايق كمان وكنت هقوم اروح. عموما لما تعرف انا جايباك ليه مش هتندم ان انت استنيت. خير نسمع الاول كده، انت استفدت ايه لما شايلتني المادة؟ انت كنت عايزه تضربيني على قفايا واقول لك شكرا؟ بس احنا زدنا شويه، لفينا لفه حلوه قوي بعد الجواز. فكك بقى من اللي في دماغك ده. انا دلوقتي معايا فلوس وانت بتبيع امتحانات، هتبيع وتكسب ولا هتوجع دماغك على الفاضي؟ لا هبيع طبعا، بس الدكتوره فريده مقرطه قوي على الامتحانات اليومين دول، يعني هتتكلفي جامد. قولي كده حسبه 10 في قصدك واحد. تمام صرف نفسك، ولو عرفت تجيب الامتحان انا وفلوسي موجودين. برضه الفلوس احلى. ما تتلم يالا، يعني ايه ما تعرفوش؟ امال اتخانقتوا مع بعض ليه؟ يا باشا كلمه اتخانقتوا دي سعادتك تقولها لما يكون اتنين اتخانقوا وضربوا بعض، انا اتضربت بس سعادتك. اه فشلتها جوه نفسك وقلت بقى ازاي انا اتضرب من واحد زي ده؟ والله ابدا ولا على بالي. ثم سعادتك يعني هو ده اول ولا اخر واحد هيضربني؟ الراجل كمان جالي البيت عندي واعتذر لي، اعمل ايه؟ ده انا كنت مكسوف منه والله. وانتوا اتخانقتوا قصدي ضربك ليه بقى؟ عشان بنت خالتي. هو عاكسها؟ لا هو افتكر ان انا عاكستها، تخيل. انت شكلك لبط يالا وهتوجع قلبي. يعني انت تعاكس بنت خالتك وهو يدافع عنها؟ سعادتك والموضوع ملعبك ومحدش فاهم حاجه، بس انا هحكي لك القصه من اولها لو اديتني فرصه. احكي. طب في نسكافيه في الاسم ولا؟ في يا حبيبي. طب انا اخد واحد. يا حامد هات له واحد. واحد نسكافيه. مساء الخير يا ست نجاه. ايه اللي جابك هنا؟ ايه ما كنتش عايزاني اجي ولا ايه؟ مش هتقولي لي اتفضلي؟ تعالي تعالي نقعد بره في الهواء احسن. خير؟ دكتوره فريد اهلا اتفضلي. لا خلينا في الهواء احسن. منى روحي لابوكي في المطبخ. هو احنا مش متفقين ان انا ما اروحش ولا انت ما؟ من غير مناهده منى، روحي لابوكي الراجل لوحده. طب معلش يا دكتوره فريد هروح اشوف بابا وارجع لحضرتك على طول. اتفضلي يا حبيبتي. خير يا دكتور؟ عاوز ايه؟ انت مفاتيح الحكايه كلها معاكي. لا مفاتيح ولا قفل. انت جاي ورايا ليه؟ عشان تقولي اللي تعرفيه عن عيش. ما اعرفش عنها حاجه. انا رحت لطارق اللي كان متجوز ملك والحكايه كلها بقت واضحه. مفيش حاجه اسمها عيش، وملك هي اللي كانت بتلعب على ياسر. ملك اللي القطه تاكل عشاها تلعب على اخوكي؟ طب دي اتطلقت من جوزها عشان خايفه يقرب منها. امال ازاي كانت مخطوبه لياسر وهي متجوزه طارق؟ دي مش ملك، دي عيش. عيش اختها. اشتركوا
انزلي انزلي خدوا قدامي. حرام عليكم، لو عملتش حاجة حرام عليكم. بتعملي اللي عامله طول ما عملتيش حاجة. حرام عليكم. خدوا قدامي. والله العظيم ما عملت حاجة. ما تحلفيش، خش قدامي. والله العظيم مظلومة. ما تمسكي نفسك يا بنت، خدوا قدامي. والله العظيم مظلومة. والله العظيم ما عملت حاجة، حرام عليكم. يعني ملك فعلا ليها أخت توأم اسمها عش؟ بيقولوا. أنا ما شفتهاش. أنا لما جيت هنا كانت عشق دي تايت. أمال إيه اللي خلاكي اهتمتي وجيتي لحد عندي عشان تسأليني؟ كنت بدور على عمل مغرس في بنتي وطلعها حرمية. هو أنت ليه كلامك مش واضح؟ أنت شفتي عش؟ أنا لا أعرفها ولا عمري شفتها ولا عايزة أشوفها. هي مهدداكي بحاجة؟ فيها يا دكتورة؟ وأنا بتكلم لو أنت بقولك ما أعرفهاش. وأنت بقى عايزاني أصدقك بالبساطة دي؟ أمال صورتها اللي كانت معاكي جبتيها منين؟ دي صورة ملك. هو أنت مش عايزة بنتك تطلع براءة وترجع شغلها؟ أنا كل اللي عايزاه دي بنتي ما تتأذيش ورجوعها مكتب أخوكي هيأذيه. تمام، إيه بقى اللي هيأذيها؟ معرفش، بس أنا قلبي حاسس. لو خايفة من حاجة قوليلي وأنا ساعدك. وبعدين خلي بالك مفيش سر بيستخبى، لازم مع الوقت هينكشف. يستر الرب ما يفضحوش العبد. آه ده الموضوع فيه فضيحة بقى. كرهي يا دكتور، أنت هتطفيلي على الواحدة في الكلام. والله العظيم أنا عايزة أساعدك وأساعد بنتك. كتر خيرك يا دكتور، إحنا مش محتاجين مساعدة من حد. بصراحة بقى ست تعبانه وشقيانه واقفه على رجلي طول النهار وبنام بدري. من غير مؤاخذه انستي وشرفتي. انت اللي حطيتي له مخدر في القهوه ولما نام دبحتيه صح؟ لا والله يا بيه، ده هو اللي بيحب يشرب القهوه كده. بصماتك على الفنجان وعلى الكنكه وفي المطبخ. ما تكدبيش يا عزة. أنا عملت له القهوة بس، هو حط فيها البرشام عشان يعمل دماغ. كيفه كده يا بيه؟ وبعدين؟ الدهوة فسبته ومشيت. مين البنت التانية اللي كانت معاكي؟ بنت مين يا بيه؟ أنت هتستعبطي يا روح أمك؟ البنت التانية اللي بصماتها موجودة معاكي في الشقة. يا علي باشا، ده صنف وسخ وعلاجه عندي. سيبها لي سعادتك نص ساعة وتستلمها مني مكنة كلام. لا يا بيه، أبوس إيدك والنبي، أنا مش هبلى قلم. طب اخلاصي، مين اللي كان معاكي؟ بلبلة يا بيه، بلبلة اللي كانت معايا. أصله كان عايزنا سوا. انتوا الاتنين؟ كيفوا كده يا بيه؟ بلبلة مين؟ نبيلة؟ ده أول لما البوليس دخل حسيت إني اتحدفت من الدور العاشر. يا نهار أسود، هي وصلت إنهم راحوا خدوهم البيت؟ طبعاً يا بنتي، دي جريمة قتل مش طبيعية. هو في قتل طبيعي وقتل مش طبيعي؟ مش قصدي يعني، بس الموضوع فظيع. دبح، والقتيل بيقولوا كمان إنه قواد. إيه ده؟ ومال عمر؟ ومال واحد زي ده؟ عمر كان بيتخانق معاه قبل كده فافتكر ان هو اللي قتله. هو عمر مجنون يتخانق مع اشكال زي دي؟ ما هو القتيل هو الراجل اللي عمر اتخانق معاه في الكباريه لما كنا بندور على اختك عش، اسمه هيثم اللبان. هو هيثم اتقتل؟ هو انت تعرفيه؟ جلبت من يومين مالك يا ملك يا حبيبتي، بتترعشي كده ليه؟ كملي كملي يا صافي عشان خاطري. مفيش حاجه اكتر من كده، حققوا مع عمر وخرجوه ولسه بقى بيدوروا على اللي قتله. بس انا سمعت حاجه ان اللي قتله واحده من اللي شغالين معاه. مالك يا ملك؟ صافي انا لازم اخرج دلوقتي. اخرجي؟ اه يا بنتي ما تفهميني ايه الحكايه. معلش مش هينفع دلوقتي، انا لازم البس. اخرجي عشان تسيبيني لو سمحتي. طب خلاص استناكي واوصلك. هتسوقي بالطريقه دي؟ يا ستي انا كويسه مش عايزه حاجه. اخرجي لو سمحتي. خلاص 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 يا ستي ما تزقيش. ماشي سلام. Thank you.
الو دكتور هشام؟ لا انا مش كويسة خالص، ممكن اجي لك دلوقتي؟ ماشي ميرسي يا دكتور، نص ساعة واكون عندك. هو انتوا متخانقين ولا ايه؟ ولا متخانقين ولا حاجة. يوه امال مالكوا ساكتين كده وما بتكلموش بعض؟ يقطعني يا عم صبري، الا كنا انا السبب. انت السبب في ايه؟ ده راجل دماغه تعباه، فاكر نفسه فاهم كل حاجة وهو مش عارف حاجة خالص. بس عليك يا خالتي ما تقوليش كده، عم صبري ده دماغه توزن بلد. جربت ما تجري وانت ساكتة، هو انا ناقصاكي؟ في ايه يا خالتي انت هتقلبي عليا انا رخرة؟ انا بقول اللي خلص ضميري. ما هي كده، اللي يقولها الحقيقة تهب فيه زي حريق القش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا لهوي، اتفضل علي بيه، بسم الله ويبقى عيش وملح. معلش مرة تانية يا عم صبري، أنا أصلي جاي في شغل. تعالي معايا نبيل. أنا ما عملتش حاجة يا سعادة البيه. ما أنا عارف، إحنا بس هناخد منك كلمتين. يلا تعالي معايا. إيه الحكاية يا علي بيه؟ ولا حكاية ولا حاجة يا عم صبري، هيثم اللبان اتقتل، ونبيلة كانت بتشتغل معاه، مش كده نبيلة؟ يا بيه. هناخد منها كلمتين وخلاص. طب هاجي معاكم ممكن؟ بس اعمل حسابك ان الموضوع ممكن يطول شويه. لا لو هيطول يبقى لازم اجي معاكم، بس استاذنك اغير هدومك. بص غير هدومك براحتك وتعالى لنا على الاسم. عم صبري عم صبري ما تسيبنيش يا عم صبري، ما تسيبنيش انا ماليش غيرك. ما تقلقيش يا بنت انا جاي وراك على طول. انا قتلت عايز. دي مش انا عش. انت ليه بتقولي كده؟ انت شفتي حاجه؟ هيثم كان خطر على عش، حاول يهرب الدنيا تن من بعض فقتلته، ومن ساعتها اختفت وسابتني. سابتك؟ ايوه سابتني، عشان لو جريمتها كشفت انا اللي اتعدم. طب اهدي بس وخلينا نفكر بالعقل. مش قادره افكر، الخوف شللني، انا ما عنديش حد غيرك يقدر يساعدني. طيب اهدي تعالي نفكر بصوت عالي، انت ليه حاسه ان هي اللي قتلتك؟ مش انا قلت لك ان انا شفتها وهي بتقتل حد في الحلم؟ عشق مش ممكن تأذيكي، لأن معنى كده إنها بتأذي نفسها، فاهمة كده ولا لا؟ فاهمة، بس عشق بتكره كل الرجال. أنا عارف. ما هو عشان كده قتلت هيثم. أنت عارف هيثم ده بيشتغل إيه؟ قوات، يعني في كل الحاجات اللي عشق بتكرهها. الناس كلها بتكره المهنة دي. أنت بتدافع عن عشق كده ليه؟ أنت خايف منها ولا إيه؟ أخاف منها ليه؟ أنت اللي خايفة. أنت معايا ولا معاها؟ أنا ما بقتش فاهمة حاجة. أنا دكتور مش حكم. أنا مش قادرة أصدق اللي هي بتعمله. ده ناقص تبلغ عني البوليس، البت دي هبلة. ملك بقت بتكرهني قوي، هو في حد بيكره نفسه كده؟ انت لازم تعذريها، ملك خايفة. خايفة من ايه؟ انا ما قتلتش حد، انت لازم تصدقني يا شام. ليه لازم؟ عشان انت بقيت صاحبي الوحيد. ولا انت مصدق ان انا اقتل؟ انت اللي ذبحتيه انت وعزة. ما حصلش يا بيه، وسيدي الورواري ما حصل. عزة اعترفت عليكي، قالت انها خدرته وانت ذبحتيه. كدابة، لا انا ولا هي هوبنا يمته. مش هيثم ده اللي مسرحك انت وعزة يا بنت انت؟ ايوه يا بيه، هو اللي مشغلنا في الشمال، الله يرحمه بقى ما يجس عليه الا الرحم. بص يا بلبله، ده تقرير البصمات بيقول ان انت وعزة اخر اتنين شفتوه صاحي. يا بيه انا هفع ازعع اصرخ، انما ذبح ما تلاقيش. الحكايه لابساكي كده كده يا نبيله، انت اللي رسمه الرسمه دي كلها. يا بيه رسمه ايه بس؟ انا لا اعرف ارسم ولا هبب. بلبله، ما لو ما قلتيش مين اللي عملها هتروحي الحبل المشنقه. اسمعي مني، انا عايز اساعدك. عيش ايه بيه؟ عيش هي اللي خططت ودبرت، وهي اللي ذبحت عيسى. عيش ايه في ايه كل ده؟ عمال بخبط على الباب لما صحيت العماره كلها. معلش كنت بسمع مزيكا وحاطط الهيدفونز، في حاجه حصلت ولا ايه؟ ايوه، بلبله تهمنا في قتل هيثم وهيعرضوها عنها للصبح. بابا واحده واحده، مش فاهم حاجه. ما
بلبولة مين وهيثم مين وانت مالك ومال الحكاية دي؟ بلبولة اللي قبل كده كانوا تهمينها انها ضربت هيثم وانا جيت لك عشان تدافع عنها وانت مرضيتش. افتكرتها. يا بابا يا حبيبي انت ليه مصمم تجري ورا المشاكل؟ انت مالك ومال الحكايه دي؟ البت ملهاش حد يسال عليها في الدنيا دي غيري، واذا ما كنتش انت هتدافع عنها انزل دلوقتي اشوف لها محامي تاني. انا مش هسيب البت دي في المصيبه لوحديها. خلاص يا بابا انا هنزل اسحب المعدر من الاسم وافهم ايه الحكايه، بس سيبني بس اعمل نسكافيه عشان افوق. لا احنا ننزل الاسم الاول وبعد كده تشرب نسكافيه، تشرب اللي انت عايز تشربه انت حر. انت مش بتقول انها هتتعرض على النيابه الصبح؟ خلاص والاسم فاتح 24 ساعه، تشرب حاجه؟ لا مش هشرب حاجه، انا هقعد هنا اهو استناك لغايه ما تشرب اللي انت هتشربه وبعد كده ننزل الاسم مع بعض. انت مش هينفع تيجي معايا. يا سلام، لا انا رجل على رجلك. ويقولوا ايه بقى عليا في الاسم؟ المحامي جاب ابوه معاه؟ ما يصحش يا عم صبري، انت تقعد هنا زي الباشا لحد ما انا اروح افهم ايه الحكايه وارجع لك تاني. يا سيدي بقول لهم ان الموكل، مش لازم تقول لهم ان ابوه. خلاص بقى عدينا المرحله دي ومش عايزين نرجع لها تاني. ممكن ماشي نشوفه حبيبي. حاسه اني شايلها على ظهري طول الوقت وتعبت. تعبت من اني نص بني ادم عايش نص حياه. انا زهقت من ملك قوي يا هشام. على فكره تاني مره تنديلي باسمي من غير دكتور. دي حاجه مضايقاك؟ مش مضايقاني بس لفت نظري عشان مرتاح معاك في الكلام. انت الانسان الوحيد اللي بقيت احس اني بتكلم معاه براحتي. متشكر. انا حاسه ان احنا شبه بعض في حاجات كتير قوي، ولا انا متهيألي؟ ايوه بس انت ما تعرفينيش كويس، طول الوقت انت اللي بتتكلمي. ايوه بس انت فاهمني، سكوتك بيقول انك فاهمني وحاسس بيا، ولا انا غلطانه؟ ساعدي مالك عشان تهدى يا شيخ. هي مش عايزه تساعد نفسها وانا خلاص زهقت، ما بقاش يفرق معايا. تفتكر في يوم من الايام ممكن ابقى واحد ملك او عايش؟ مساء الخير يا حاج. لا مساء النور يا ابني، اتفضل. انا كنت عايز الاستاذ هيثم. شوف طلباتك ايه يا ابني وانا تحت امرك. ياض يا كاوتشا. عمر حاج. لف مع الاستاذ لحد ما يلاقي طلبه يا ابني، ولما يرسى على حاجه بقى تقول لي اني اشرب القهوه معايا. معلش يا استاذ مش حاضر، لف معاه. ظهري اتكسر. ألف سلام عليك يا حاج، بس أنا كنت عايز الأستاذ هيثم في موضوع شخصي. هيثم تعيش أنت يا أستاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله. إمتى وإزاي؟ أنت كان لسه عندي. أمر الله، أمر الله. روحت البيت لقيتهم داخلينه في سريره. حبيبي يا ابني، يعني انتوا كنتوا هناك ولا ما كنتوش هناك؟ كنا هناك يا بيه، بس انا والله العظيم ما عملتش حاجه غير اني حطيت له البرشام في القهوه، واول ما نام سبناه ونزلت. يعني وانتوا بتخدروه كنتوا عارفين في حد يقتله؟ اه يا بيه، ما احنا اتفقنا مع عيشه على كده. عيشه؟ ايوه يا بيه، ما هي اللي ادتني البرشام اللي حطيته في القهوة وقالت لنا نحط المفتاح فيه. طب بص، انتوا لو قلتوا الكلام ده قدام النيابة هيعتبروكم مشاركين في الجريمة، يعني هتاخدوا اعدام زيكم زي اللي قتل بالظبط. طب نقول ايه يا بيه؟ مفيش، هتقولوا اللي حصل بالظبط، بس بلاش موضوع الاتفاق ده. هتقولوا اللي انتوا رحتوا له عشان تقعدوا معاه شوية، وبعدين بعد ما نام نزلتوا سبتوه، فاهمين؟ أهم حاجة ما تجيبوش سيرة عشرة. وانت مصدق مين فيهم؟ ملك ولا عشق؟ انا شايف ان كلام عشق منطقي، اما ملك بقى تحسي ان كلامها مبالغ فيه. انا بقى بختلف معاك، شايفه ان عشق بقت خطر على كل اللي حواليها، وممكن تعمل اي حاجه علشان تحافظ على وجودها حتى لو قتلت. اصل انت ما تعملتيش معاها، اتنين مخلوقات رقيقه. عارفه يا دكتوره، انا كتير بحس ان عشق هي اللي المفروض تبقى موجوده وملك هي اللي تختفي. واضح ان عشق اثرت عليك يا دكتور. عموما عشق وملك وصلوا لمرحله من الصراع لازم تتحسم بمراقبتهم الدقيقه في المستشفى. ايوه دكتوره، بس ده قرار صعب جدا. ملك شخصيه عامه، وقرار دخولها المستشفى لو اتعرف للجرايد هيدعي على مستقبلها. خوف ملك ولجؤها ليك
جرس انذار لازم ما تعدهوش. دكتوره ما تنسيش ان انا اكتر منك خبره وفاهم حدود الامور. انا مش قصدي اتدخل في شغلك، هي مريضتك والقرار قرارك. طب انت ملاحظه بقى ان احنا كلنا بنقعد مع بعض مفيش كلام غير عن عشق وملك؟ حاله نادره وشدت اهتمامي. طب انا بقى عايز استغل اهتمامك واعزمك على العشاء، فرصه نتكلم في حاجات بره الشغل. سوري يا دكتور، معلش انا وعدت ابني ان احنا نخرج سوا النهارده، معلش خليها مره ثانيه. اوكي يا دكتوره راحتك. انا مش مصدق عشاء ممكن تقتله بالطريقه البشعه اللي اتقتل بيها هيثم دي. ممكن بقى تسيبك من عشاء وتقول لي ايه اللي هيحصل مع بلبوله وصاحبتها؟ لاني بصراحه تهت منك. ما انا قلت لك يا بابا، انا عرفتهم هم هيقولوا ايه قدام النيابه. يعني انت مش هتروح معاهم ولا ايه؟ مش هينفع، انا لو دفعت عنهم يبقى هثبت التهم على عشاء، وانا مش ممكن اعمل كده. حتى لو انت عارف ان هي اللي قتلت، مش البنات الغلابه دول. انت ليه مصمم تحطني في امتحان قدام نفسي؟ انا كلفت واحد من زمايلي هيتابع القضيه وخلاص. يا ابني ما هو ما ينفعش برضه تغمض عينيك وتقول القطر مش جاي. المحامي اللي انت كلفته ده مش هيعمل اللي انت كنت هتعمله؟ يبقى مش بعيد انه يوصل لعش. انا مش فاهم انت عايز توصل لايه، ولا انت عايز تحطني في ضغط نفسي وخلاص؟ انا عايز اعرف اللي جواك يا ياسر عشان افهمك. فهمت؟ اه للاسف فهمت حاجه وحشه قوي. فهمت انك عارف الصح وما بتعملوش، وعارف الغلط وبرضه ما بتعملوش. عرفت انك مهزوز واقف مكانك ما بتعملش اي حاجه، لا بتعمل الصح ولا حتى الغلط. فريده اللي قالت لك الكلام ده؟ خلاص بقيت تتكلم زيها؟ حاضر يا بابا، انا اترفع عن البنات واحبس عيش. ارتحت؟ استنى يا ياسر، عيشه ما عملتش حاجه. عيشه كانت معايا ساعه ما هيثم اتقتل. ازاي؟ هي كان عندها ميعاد معانا ان احنا نروح اسكندريه لاهلها وما جاتش، وده ملوش غير سبب واحد، انها كانت بتقتل هيثم. عيش جات للسطوح وقالت لي انها ما جاتش عشان خايفه عليك. امال ايه الكلام اللي قالته عزه وبلبله والاتفاق اللي بينهم؟ اكيد مش صح، لانها كانت معايا. هما يقولوا كده ليه؟ يا ابني يا ابني ما تلومش حد، عايز ينقذ رقبته من حبل المشنقه. يعني عيشه ما عملتش حاجه؟ ولا البنات دول عملوا حاجه، عشان كده لازم تقف جنبهم. ما ينفعش تبقى عارف الحق وتسكت. حاضر يا بابا، انا هحضر معاهم التحقيق بكره، بس لازم اتاكد الاول. الو، ايوه يا ياسر، ممكن افهم في ايه؟ طيب طيب انا جايه لك. ما هو مش هينفع نتكلم في موضوع زي ده في التليفون، ولا هينفع تقولي كده واستنى. نص ساعه هكون عندك. باي. بقول لك انت حره، انا هعمل زي ما هو قال لي. هو انت مش بتقولي انه كان هيتجوز عشق؟ هم بنوا زي اللي قالت لي، وبعدين دون ابن عم صبري، يعني مش هيتلنا غلط. واحنا يا ناس لو قلنا ان احنا ما نعرفهاش يبقى احنا اللي قتلناه. هو انت يا بنت ما بتفهميش خالص خالص. مش هو قال لنا نقول ان احنا نزلنا من عنده قبل ما يموت، وهو دون اللي حصل؟ وهم بقى هيصدقونا؟ ده احنا شمال. عارفه يعني ايه شمال؟ بقول لك يا بت، احنا ما قدمناش غير اسر دون نشعبط فيه، خلينا ماسكين فيه كده بايدينا وسننا لحد ما نشوف اخرتها ايه. هنشوف.
Thank you.